طبعا جايز هلا بعد شوي الحين على المسبح مثل ما شايفين لابسين لبس انه مسبح وحركات فانه وشعر مسبح وحركات تمام ايوه فانه بعد شوي الحين على المسبح انا وماما ومصطفى ولين شو نسيتين شو جايز اوكي الحين المسبح هلا وراح تحت تمنى تحديات وشوف راح يفوز فينا يعني بالضبط وقبل ما نبلش فيديو لا تنسوا تعطونا لايك تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هنا انستغرام وتيك توك وسناب شات وفيسبوك الروابط كلها تحت بصندوق الوصف وبس يلا نبلش اوكي جايز وصلنا على المسبح هلا وهاي نانا الحلوه الجميله السباحه الماهره سباحه هي بتعرف تسبح جايز اذا غرقت وصل الفيديو 100,000 اوكي خلاص ان شاء الله يلا جايز احول المسبح مثل ما شايفين هون ايوه فهلا رح نبدل لبسنا انا ولين ومصطفى مشان مصطفى رح يتحدانا كم تحدي ايوه مشان نشاركهم يعني مشان هيك وانا ما بعرف اسبح بالغميق فانا ترقبوا غرقي رح نصوركم بالتفصيل اوكي جايز مثل ما شايفين نانا لسه تطول قوي على السباحة وانا كمان مصطفى طبعا نط سوا انا مثل ما شايفين الشعر هيك يعني انه مبين يعني انه اوكي انا خايفين يلا نطي نانا نطي جايز نانا طلع كثير حلوة اوكي دورك مين بده يصورني مو هلا مو هلا نانا جايز دوري انا جماعة انا بذكرني مثل ظرف شاي ليبتون ضلي تنصر على اي ما بظن بضحك جايز دوري انا تخلص تعي مين يصورني انا خلي بس بصورني يلا اوكي جايز وهلا دور لين ولي ولي هدي تشوف تحت المي يعني الاشياء اوه غمق المسبح متر و80 يلا 1 ما كثير تغمقي لين لا اوكي قنبلة بس مصطفى بتنقذها 1 2 3 يلا 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 نط نط يلا 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 هدي 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 مصطفى 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 مشكلة بيعرف يسبح مصطفى انتبه بيعرف يسبح مشان هيك نحن اوكي مصطفى رح نبدا تحديات هلا وانت رح تحل لنا تحديات نسويها بس بشرط انه ما تموتنا اوكي يلا جايز نانا عم تقول جايز سمعت نانا عم تقول لمصطفى تعلم شو يتعلم الله اعلم شو يتعلم ده يا شو بسموه قرش في المسبح قرش او ماي جاد شو بسموك انت دولفين الفقر سمك الغرقان يلا تعال تعال على مين اشوف ايوه ليه عم بطلع وين واو جود جوب شينا جود جوب يا جماعه شوف القرش نشوف القرش يلا شوف القرش طيب ايوه من القرش اوكي واو ليه باي ماي واو طلع مش عارف مش عارف هلا بدنا نبلش تحديات انا ولين ومع مصطفى بس انه حتكون بيناتنا نحن الثلاثة في تحديات حتكون بيني انا ولين تحديات بيناتنا الثلاثة صح لان مصطفى شاطر بالسباحة وراح يتمسخر علينا كل التحديات فما راح تتدخل انت الحكم انت الحكم اوكي يا جماعه والتحدي الاول لنا ولا لين بدنا نشوف مين بده يضل تحت المي اكثر جاهزين ايه يلا تعالوا وقفوا مين يضل تحت المي اكثر تعالوا تعالوا وقفوا هون يلا انا هون هون يلا 1 2 3 يلا خشاشين يا تعال شفتك كفو نانا ما شاء الله ظلت 4 دقايق ونص بالمي كيف هيك والله ما شاء الله نانا عليها و 1-0 صرنا ايه كفو كفو التحدي الثاني التحدي الثاني مين يروح من هون لهونيك ويرجع ايه اسرع شيء ايه على الظهر ولا على الوجه؟ لا على الوجه لا على الظهر على الظهر على الظهر لا على الظهر بعدين بنسوي على الوجه الاثنين يعني عشان نزيد التحديات هلا 1-0 لنانا يعني يلا عادي يعني روحوا يلا يلا 1 2 3 اوكي هلا 2-0 للانا ايوه هلا عطال هلا هلا على الوجه سيده يعني راحه ورجعه 1 2 3
ايوه 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 نانا نانا اول 3-0 للانا. الله اكسبت انا سبيحه يا جماعه. اوكي يا جماعه والتحدي اللي بعده راح اعمل لهم دولاب السباحه اللي هو هاد وهن بدهم يحاولوا يجيبوه. هل انتم مستعدون؟ لا جاهزين؟ ايوه بس مو براسي تجيبه. 1-2-3 1-0 للين. قصدي صار هلا قد ايش صار؟ 3-1 لا 3-1 يلا لا 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 3-1 قطعت تغرق وجوله خلصت هلا الجوله الثانيه يلا اللي نرجعي هلا يا جماعه الجوله الثانيه 1-2-3 لا لا أتخل... غرقوا بعض يلا جاهزين هلا جوله الحاسم لا خليه خليه يلا 1-2 يلا 1-2-3 انا ساكته ومتحمله ساكته ومتحمله اوكي هلا صار ده صار صار 4-3 نعم 4-3 لا 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 يلا 4-3 هلا راح اعطيكم الجوله الاخيره يلا اوكي يا جماعه هلا بعطيهم اخر جوله والجوله الاخيره هي تكون اصعب جوله اللي هي الغوص فكل اللي بيعرف الغوص انه كيف ضغط المي بيكون جوا جدا 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 صعب هولين مستعدين بدهم يغوصوا لتحت على 1.80 متر التحدي انه مين اكثر واحد يغمق لتحت جوا المي وبيلمس الحفه اللي من الجهه الاولى للجهه الثانيه خلينا نشوف كيف على ارض الواقع يعني ليتس جو اوكي هلا التحدي راح يكون انكم تنزلوا لتحت بعد ما تدقوا بالارض او مش رح تدقوا لنص المي بتمشوا حالكم لقدام يلا 1-2-3 كفو لين اوكي لين لمست اول بس انا غصت اكثر فنانا الفايزه مبين مبين انا شايف شايف رجلك ايه لا طلع نانا وهي كانت اخر جوله وانا فزت بجوله ولين راح تهزم نانا على ابن نالدر ليه؟